الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلاً وسهلاً بيكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر كان حديث الناس امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد حلقته مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب موفي ستار. وخلال الحلقة قال محمد أنور بعض العبارات للنجم العالمي فاندام، اعتبرها البعض ان فيها تقليل وسخرية من فنانين مصر. فخلونا نعرف تفاصيل اللي حصل ورد الفعل عليه في تغطيتنا، فتابعونا. اتعرض الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر لانتقادات كتير جدا من جمهور وفنانين مصر بسبب حلقته مع رامز جلال في برنامج المقالب رامز موفي ستار. والحقيقة الانتقادات دي اتجهت ليه حتى من قبل الحلقة وبمجرد عرض البرومو، وده بدأ لما نشر محمد أنور صورة من كواليس حلقته في البرنامج وسخر فيها من شكل، وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: هو أنا مالي شبه الفنانة جواهر كده ليه؟ منك لله يا رامز. وطبعا قام الجمهور بانتقاده في التعليقات ووصفوه إن عنصري واتهموه بالسخرية من الفنانة جواهر وطلبوه بالاعتذار ليها. ورد محمد أنور على الاتهامات دي في تصريح خاص لصدى البلد وقال: أنا بهرج، مش قصدي حاجة، بالعكس بحب جواهر جدا، بس الفكرة عشان الشعر كيرلي فكان الشبه قريب، وعشان كده كنا لابسين باروكة ومخططين وشي فتحس إن شكلي قالب على جواهر. لكن ده كان مجرد موقف بسيط بالنسبة للضجة والجدل اللي حصلوا بعد عرض حلقته مع رامز، وده بسبب عبارات المدح اللي قالها للممثل البلجيكي فاندام. وفي الحلقة قال محمد أنور لفاندام: أنا مش مصدق إني همثل قدامك، أنت مش عارف أنا في مصر بمثل قدام مين، ده أنا عايز أوطي على رجلك أبوسها. وطبعا اعتبر الجمهور وبعض الفنانين إن اللي عمله ده إهانة لفنانين مصر، وعبر عدد من الفنانين عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الفنان محمود عامر: الفنان محمد أنور أحد نجوم مسرح مصر، عيب لما تقول لفاندام أبوس رجلك، بصراحة زعلت منك وعليك وزعلان منك بجد، وأعتقد أخويا أشرف عبد الباقي هيلومك وبكرة أحلى بإذن الله. أما الفنان والسيناريست أيمن سليم فانتقدوا وكتب: الفنانين المصريين ما بيبوسوش رجل حد، وشرف لأي فنان عربي أو عالمي أنه شارك في عمل مع فنان مصري. لكن واضح أن رغم الهجوم ده في فنانين تانيين شايفين أن كلام محمد أنور كان عفوي وما كانش يقصد بيه أي إهانة لفنانين مصر، ومنهم الفنانة أيتن عامر واللي دفعت عنه وكتبت تعليقا على انتقادات البعض ليه: أنور اتكلم بفطرته وهو بني آدم بسيط، وهي دي مفرداته بدون مبالغة. وكمان دافع الممثل البلجيكي فاندام عن محمد أنور، وشارك محمد أنور مع متابعيه على انستجرام رسالة فاندام ليه، وقال فاندام إنه سعيد بالمشاركة مع رامز جلال في تجربة برنامج المقالب رامز موفي ستار. كمان عبر عن امتنانه لظهوره مع الممثل المصري محمد أنور اللي ظهر أخلاقيات وقلب طيب طول تعاونهما سوياً. وعلق محمد أنور على رسالة فاندام وكتب: شكرا جدا على كلام حضرتك ده، انك وضحت قصدي وان الكلام كان عفوي ومقصودش بيه اي حاجة غير اني اعبر عن حب ليك من طفولتي، وكنت بحاول اجمع كل الانجليزي اللي اتعلمته من صغري عشان اعبر لك عن حبي ده. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.